سي زلمات مرحبا بك في التحدي الافريقي. انت كمدرب ديال شباب اطلس قصيبة، كي تشوفوا الاجواء ديال المباراه اليوم وكي تشوفوا الخصم، وشنو هما الانتظارات ديالكم اللي كتنتظروا من الفريق ديالكم مستقبل الايام؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبه للخصم فريق عنيد، لان كما كتعرفوا بان السيمانه الفايته قدروا يفوزوا في الميدان ديالهم. اما بالنسبه للفريق ديالنا في المستوى، وحنا هذه السنه ان شاء الله راه مسطرين واحد الطريق باش ان شاء الله ندير واحد الباركور زوين ان شاء الله خلال هذه السنه هذه. وجميع المجهودات اللي انا متوفره بالنسبه للاعبين المسير باش نقوموا واحد السنه تكون في المستوى اللي يشرف الكره القصباويه. نعم، حول الاجواء ديال المباراه وبالنسبه للمقابله، كجول الاطوار ديال المقابله كنا سيطرنا في المقابله، يعني الانتصار الانتصار الاول بعد اربع مقابلات، الانتصار الاول اي، لان شكون اللي كان بكل صراحه حنايا كانوا بعض التعادلات هما اللي اثروا علينا شيء. يعني ما الحمد لله هذه هي الانطلاقه ديالنا الصحيحه، وحنا حاولنا باش نبنيو فريق اللي يكون في المستوى ويشرف الكره القصباويه كما قلت. واخا تبارك الله.